رغم أنا إصابتي ورغم وضعي ما استسلمت لحدا، والحمد لله ما كسرت عيني لحدا، ولهلا أو بكرة وبعدين ما بكسر لا نفسي ولا عيني لحدا. الحمد لله رب العالمين، الله أعطانا عقل نفكر فيه، ما أعطانا أنه والله نبرك في هالبيت نستنى حدا يتحنن علينا، لحدا يعطينا، لحدا يساعدنا. بدنا نشتغل، بدنا نعيش، الحمد لله رب العالمين. بشتغل على السيارة، عملت سيارة طلبات أخذتها بالآجار مشان أعيش أولادي. الحمد لله رب العالمين كبداية شغل جديد، وأبى أشتغل عليها والحمد لله رب العالمين. بس شي نطالع لأمة معيشتنا ما بدنا شي، لأني اشتغلت بعدة مراحل ما بتوفي معي كانت كثير، لأني معي أنا إصابة، كوني أنا معي إصابة ومعي بشيل عكازة وبمشي فيها. عم بشتغل هلا على السيارة، لقيتها أنسب وأريح شوي، وكبداية شغل الحمد لله رب العالمين. عم طالع خبزتنا مشان ما نستنى حدا، وعم نطلع نشتغل، بيجوا بدقوا لي طلبات للنساء فقط، وبنقل أغراض، بنقل شغلات. كأنثى سائقة عم بتسوق صاروا يرتاحوا لي النسوان، صاروا يطلبوني، هاي تقول لي تعي خديني مشوار، هاي تقول لي تعي خديني على الكوافير، هاي تقول لي تعي خديني على مشفى. صار كثير يعني يرتاحوا لي وانبسطوا في هالشغلة.